بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا في مخصوص دراسات في الدرجة الضوئية المتكاملة، أتناول في هذا التسجيل هنا عندي برنامج محاكاة أتحدث فيه عن نصف قطر وجه الموجة. هنا عندي الراديوس الكيرفيش، عندي الويف لينث جايد. لاحظ هنا عندي معامل الانكسار تقريبا في التي اي، اذا كان عندي ستريت كان عندي معامل 2.44، اذا كان عندي بند هناك العراج 2.45. لاحظ هنا عندي التي اي باور وعندي الاذر مودز لا وجود. عندي الهاي الخاص فيه هنا هو عباره عن 220 نانومتر، الويث 500 نانومتر كما نعلم، الراديوس عندي 2 مايكرو متر الخاص فيه. استخدمنا موجة طولها 1550 نانومتر اللاندر الخاص فيها. لاحظ هنا أنا سأحاول هنا أن آخذ هذا الكلام. لاحظ عندما كان عندي بهذه الصورة، عندما كان عندي الزاوية 90، تلاحظ أن هناك الكثير من نفاذ الضوء من هنا، يعني هناك خسارة كبيرة جدا في هذا الإطار. لاحظ انه يعني تقريبا اللوس انه حسبناه 31.3% في حال كانت عندي تي اي بولرايز تي اي، عندي الترانسميشن اوف الكتريكال فيلد اند ترانسميشن اوف ماجنتيك فيلد تي ام. لاحظ كانت عندي 85.9% في هذا الاطار، وهي خساره كبيره جدا، خسارة كبيرة جدا. لاحظ هنا لو أردنا نتلاعب بالراديوس، أقرأ هنا عندي بولارايز، عندي راديوس، وعندي ترانسميشن باور في البرسنتجز الخاصة فيها. لو أنا حاولت أن أتلاعب هنا في هذا الإطار، لاحظ أنا الآن أقلل من زاوية الإنعراج في كل مرة. لاحظ أن أقلل من زاوية الإنعراج أصبح عندي الخسارة تقل. إذا من المهم جدا عملية التحكم في زاوية الإنعراج بهذه الصورة. لاحظ هنا، إذا أنا الزاوية طبعا هنا سببها الراديوس اف كيرفاتشر أو عملية الانحناء هنا. الويف جايد ويث أيضا هنا لو أردنا أن نوسعه، تلاحظ أيضا أنه يصبح عندي هناك يصبح عندي خسارة أقل عندما وسعناه أيضا. يعني هنا نقول أن طبعا كلما صغر الراديوس كانت الخسارة كبيرة، كبر الراديوس كانت الخسارة أقل. هذه من المعلومات المهمة جدا أنا عندي في هذا الإطار. إذا لاحظنا في برنامج المحاكاة أن الاستقطاب المغناطيسي تي إم هو الأكبر خسارة في موجه الموجة، هذه من المعلومات التي تهم الطالب أن يعرفها. طيب في حال أردنا أن ننتقي من الخسارة فإننا نزيد من طول وجه الموجة أو نقلل. لاحظ أن اللص 1.6% صغرناه، أصبح 15%. إذا نحاول أن نزيد من طول وجه الموجة حتى نقلل من عملية الخسارة. وهذا ما يفسر أحيانا نجد أن أطوال يعني هناك يلف على أكثر من مجال موجه الموجة لتقليل عملية اللوس ديو بندنج ان انتجريتد سيركت او ويف جايد انتجريتد سيركت. وهذه من التقنيات الشهيرة جدا التي تتبعها العلماء او العاملين في هذا المجال. ونحاول ان ندرس الواي سبلتر ويف جايد او ما يعرف بانه فاصل الموجة السبلتر أو موزع الموجة، دعنا نقول حتى نكون أدق، أن تمر الموجة من هنا ثم يقسمها بهذه الصورة وبهذه الصورة. هذه من المعلومات المهمة جدا في موجه الموجة. ما هذا كل مصنوع من مواد لها معامل انكسار خاص فيها، ذكرت في منهاج موجود عندي دراسات في الليزر الإلكترونيات الضوئية على عجالة، هنا سنتطرق لها بموضوع أعمق أو بصورة أعمق. هذه أيضا من التقنيات المهمة جدا في عملية التصميم وضبط آلية عمل الدارات الضوئية المتكاملة التي نتطرق لها نحن في هذا المساق. عندي هنا أن يكون بهذه الصورة، يعني مباشرة بهذه الصورة يفصل بشكل مباشر أو من خلال عملية تصميم معينة، يعني يأخذ تقريبا هذا الشكل. أنا نرى
أنا حاول أن أخذ صور من الصور من الإنترنت حتى يعني أسهل عليكم الموضوع. هنا الواي، لاحظ الواي مباشرة، ولكن أيضا يوجد عندي شكل آخر هو ما يعرف بالـ MMI. سأحاول أن أكتبه. سأحاول أن أضع بهذا بهذا الصورة، يعني أحاول أن أجد صورة يعني مناسبة له. يعني قد يكون يعني في المالتي مود ويف جايد، يعني تكون بهذه الصيغة، المصمم هو فقط يأخذها يعني لا يوصلها مباشرة، من خلال عملية برمجة معينة منسقة يستطيع أن يفصل المجال الكهرومغناطيسي أو الأشعاع الضوئي الليزري في الدارة الضوئية المتكاملة. نفرض أنه أنا كان عندي الموجة الضوئية تسير بهذه الصورة تصل إلى هذه النقطة، فيصبح عندي هنا الانتنسيتي هي اي ان سكويرد، فيصبح عندي هنا سأخذ عند الانتنسيتي تأخذ النصف، وهنا تأخذ أيضا الاي النصف مقابل اي على جذر الاثنين زائد اي على جذر الاثنين تربيع. يعني هنا طبعا عندما نقول اي على جذر الاثنين تربيع زائد اي على جذر الاثنين تربيع، طبعا يصبح عندك هنا طبعا كامل كامل هنا، يعني يصبح عندك هنا بهذه الصورة اي ان اي ان تربيع والكل على الكل على اثنين، اي ان تربيع زائد اي ان تربيع يصبح اثنين اي ان تربيع، سيعطيك هذه القيمة. الانتنسيتي انقسمت الى النصف الى النصف، فينتقل من هنا ينتقل من هنا. هذه من المعلومات المهمة في هذا النطاق. بالمقابل أيضا أصبح عندي الـ Y Combiner، لأنه يجمع من هنا شعاع ومن هنا شعاع، وهنا يجمعهما إلى هنا إلى بعضهما بعضا. أيضا هذه نفس فكرة الـ Y Splitter لكن بصورة عكسية أو صورة مقلوبة. بعد هنا لو كان عندي Wave Shift مقدار 180 درجة أو مقدار باي، يصبح عندي حالة تداخل هدام هنا هدام. فلو أردنا أن نقول يعني هنا بادئ أن الـ E1 زائد الـ E2 على جذر الاثنين ستساوي الـ N جذر الاثنين الـ N على 2 زائد أو ناقص، لأنه عندي أنا ويف شيفت ناقص جذر الاثنين الـ N على 2 الكل على جذر الاثنين، سيعطوني عندي الـ Intensity طبعا يساوي الصفر، لأنه هنا عندي تداخل فهنا لا موجة. هذه من العمليات المهمة جدا في تصميم الدارة الضوئية المتكاملة. أيضا شوف الآن عندي برنامج محاكاة للسبلاتر لفواصل الموجة، لاحظ هنا ترانزميشن كان 100%، هنا انفصلت، هنا كل طرف أخذ 34.7% بهذه الصورة. طيب هنا نرى البولاريزيشن ترانزميشن كيف أنه تؤثر، أو الطول الموجي كيف أنه يؤثر. لاحظ صغر الطول الموجي 1400 نانو كان عندي شنو يعني حوالي 55%، طيب كبرته 1700 نانو متر كان عندي حوالي 70%. إذا كلما زاد الطول الموجي كان عندي أنا الترانسميشن إلكتريك فيلد كان عندي أحسن. طيب هذا إذا كان ستريت، فهذا طبعا في الماجنتيك أيضا نستخدم. لاحظ الماجنتيك عندما صغرنا الطول الموجي أيضا عندما صغرنا كان عندي أكثر، الماجنتيك كان عندي أكثر. يعني هنا هذه عمليات تصميم تؤخذ بعين الاعتبار بهذه الصورة. عندي بسايزر عندي بهذا الشكل يكون أيضا مدار يأكل شكل الويف جايد، أكبر شير يعطيني أصغر، أصغر شير يعطيني هو تقريبا نفس القيمة. فنحاول أن هنا أن يكون أكبرها أوفر في الطاقة. في حال لاحظ في الإلكتريك فيلد لاحظ يصبح عندي الأمر مختلف، يكون أقصر طول موجي يصبح عندي 27.8%، كل واحدة أكبر طول موجي أعطاني 34%. عند الأوبتمايز عندي هو هنا عندي يوجد اختلاف 47%، 1700 صغرها يصبح عندي 45%.
عند الام ام اي، ها هو هذا هو شكله التقني. الام ام اي ها هو الأعضاء يأخذه فيوجه بهذه الصورة، 13% 13%، وكبرنا طول الموجة في الام ام اي 27.1 27.1. ها هي لاحظ الاوبتمال اوبتمايز الاصفر اللي بيزايز ستريت والام ام اي. طيب هذا في حال سبلتر. ناخذ الكومباينرز، كومباينرز لاحظوا تجميع بهذه الصورة. أنا عندي الآن الباور 50% باور سبلت بهذه الصورة. لاحظ عندي هنا بما أنه أنا عندي 50% سأحاول الآن لاحظ عندك التوب عندك ال لاحظ هنا عندما كان في 180 درجة هو أنا تمكنت بالفيز إلى هنا. لاحظ يصبح عندي هنا destructive interference تداخل هدام كما نعلم، فلا وجود للباور يصبح عند الصفر. هنا كان عندي مثلا أنا كان عندي هنا حوالي 50% تقريبا. لاحظ كم يعني أعطيت 90 درجة أعطيني الباور 48%، الفرق بينهما. لو أعطانا أيضا الكومباينر لا وجود لفيس بينهما سيعطيني تقريبا 97%. يعني هنا الكومباينر يعمل بحسب الزاوية، الفيس شيفت كما هو معروف في الفيزياء التقليدية، مش يمكن أن يعود لها، يعود إلى سلسلة الفيزياء الجمعية الثلاثة، الموجات موجودة عندي في القناة، سيفهم أنا عن ماذا أتحدث في هذا الإطار. طبعا نفضل الواي سبلتر على الام ام اي لأنه التصنيع أسهل، الفوت برينت الخاصة فيه أسهل، أصغر، تكلفة أقل. أيضا الواي له نطاق أعرض من الام ام اي، هذا الكلام مهم جدا في الواي سبلتر. في الكومباينرز عرفنا أنه يحصل عند الاستراكتيف انترفيرنس انه يكون عندي فيز شيفت مقدار 180 او بمقدار باي تداخل هدام، فالموجه لا تذهب لكن تصبح في انماط اعلى، لا يوفرها الموصل، لا يوفرها الموجه. هذه هي الفكره، ارجو ان يكون التسجيل قد افادكم. لا تبخلوا بعمل شير واللايك واشتراك في القناه، كتابه التعليقات، طرح الاسئله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.